لعبة حلوة. جي جي صبرينا يا اها جي ايا من بنزرة البنجردان نهاركم سعيدة صابرينا كل يوم تجيكم بكلاش جديد هذي كلاش وكعبة حلوة ركز في الكلام صابرينا كل يوم تجيكم على الإيا فام باش نكلاشي صحافي حسو عنده في الراسة منش الدم مباردة أبرد من الجلاسة سمير الوافي جبتك البرود منينة في الصراحة راح يطلعها للفنانين لمن يجرؤ فقط هاني جيت باش نكلاشيك يحكي على السياسة دخل في لعب البوليتيك ما تفهم والش كل يشري واللي بيع شعب ما فاهم شي خاطر جي تفهم تذيع نهضة وتجمع يمين وقوشي جاب الناس اي فترة بالسورة شد الغنوشي حب يركب على الاحداث حلقات وعملوا الجدل يزي من سياستكم المواطن من همل تيفين كنت تقبل خلي الحقيقة تبان سمير الوافي قال قبل كنت جبانة في برشا حلقات شفنا الصورة تتلمع سمعنا باللي سمير قبل كان مع تجمع ينشط في الحفل والله خير من الكل قال قبل كنت خايفة كيف ما توانس الكل ما كش كيف توانس الكل يا والله عجب ما هيش توانس الكل كانت شدة الشعب بينك انت ومعزة اش نية اللي صار خاطر راهو ما ثماش دخان بلا نار هذا يلعب كبار وجبت برهان بسيسة اتريق محفر انت تحب ترد مكيسة سياسة اصعب من الباك اللي يغلط يدفع السومة لعبة الكراسي اللي يخسر فيها يقوم سمير الوافي خلص الفاتورة فخاري كسر بعضه لهذا يستنى في الدورة تلي بلاد مضرورة باعوها في المزادة والنار اللي تشعل ما تخلف كان رمادة تي ما تفهم شي سياسة معفنة الباهي في سمير كشف الدوسيات المكفنة كشف برشا حقايق اعطانا صحيحة تي عنده قلم مش نورمال كي كان في الصريحة حرية التعبير حرية الاعلام اللي يتكلم في البلاد يحط على فمه لجام اش لزق على السياسة تي ما كنت في الفن مهنة الصحافة من أصعب المهن كلاش وكعبة حلوة.